نسبة الشباب في الأردن حقيقة نسبة كبيرة، نحن نتحدث عن 63% من سكان الأردن هم شباب. هل يستغل الشباب الأردني خير استغلال مقارنة بهذا العدد الكبير اللي بيمثله في الشعب الأردني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا لكم على الاستضافة ومساء الخير على كل المشاهدين. نعم، في الأردن هناك استغلال أمثل للعدد الكبير من نسبة الشباب اللي بشكل يعني نسبة 63% زي ما تفضلت حضرتك من المجتمع الأردني. وطبعا كان هناك مبادرات كثيرة على الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي وأيضا صعيد التعليم وصعيد العمل التطوعي للاستغلال الأمثل للشباب. طبعا تم تمكين الشباب وتوعيتهم بلقاءات عديدة بمبادرات كانت من المؤسسة التشريعية مجلس النواب الأردني، أيضا الحكومة يعني من خلال وزارة التنمية السياسية حبت تلتقي مع الفئة الشبابية وتشوف طموحاتهم السياسية ورؤاهم السياسية للمستقبل، لأنه الشباب الآن يجب أن يعي بأنه العمل السياسي والعمل التشريعي يعني هي محاولة لاستقطابهم أستاذ يوسف. نعم، والاستقطاب تم من عدة في عدة محاور. طبعا بعد اللقاءات والحوارات والمبادرات الوطنية اللي كانت في لقاءات مع الشباب من خلال مؤسسات المجتمع المدني اللي بنضوي تحتها الشباب، أصبح الآن هناك تشريع في الأردن لا يتم ترخيص أحزاب سياسية إلا بوجود نسبة معينة تمثل الشباب حتى يكون صوت الشباب حاضر في التمثيل السياسي وفي التفكير السياسي، ووجود صوت في العمل السياسي سواء كان من خلال العمل الحزبي أو العمل الرقابي والتشريعي لسن تشريعات وقوانين تهم الشباب. والشباب دائما ما يهمهم هو في الأردن بعد لقاءاتنا معهم انه يبحث عن العمل، لانه الان احنا في عندنا مشكله حقيقيه تتعلق في البطاله في الاردن. الحكومات العربيه تعرفين ويعرف الجميع لا تستطيع ان توفر وظائف حكوميه للجميع. فبالتالي الان التشريعات النافذه في الاردن وهي دوله تعتمد على الاستثمار للتشغيل، يعني نسعى الى دائما جلب الاستثمارات في الدوله الاردنيه والسياسه الاردنيه، والشباب اصبح لديه تتبع لكيفيه جلب الاردن للاستثمارات حتى يتمكن الشباب من العمل من خلال الاستثمارات في كافة القطاعات وخاصة من القطاع الصناعي. هل في فرص لتسهيل أن يدخل الشباب الأردني في مشاريع استثمارية بسهولة؟ لأنه هناك تعقيدات حقيقة في مسألة الاستثمار بشكل كبير أستاذ يوسف، ويمكن أن تمثل عائق، وبالتالي الشباب قد يعني يمل من مسألة أنه يتدخل في هذا المسار. لا يا سيدتي الفاضلة، الأردن أكثر دولة يعني ربما بالوطن العربي تسهل عملية الاستثمار، لكن هو لأنها تحتاج إلى رؤوس أموال فهي تعتمد على الاستثمار الأجنبي وتشجع المستثمر المحلي. لكن اللي إحنا بنقصده إنه الشباب ربما لا يكون يملك رأس مال، لكن يظل العقبة الاقتصادية اللي هو بيمر فيها من خلال العمل في استثمارات المستثمرين الأجانب أو المحليين. بالتالي كيف انت توعي هذا الشاب الاردني وعدد الحاصلين على شهادات التعليم العالي في الاردن نسبه كبيره جدا، اغلب الشباب الاردني متعلم وخريج جامعات، والان اصبح لديه وعي بانه العمل في خلال الشهاده من خلال وظائف الدوله ربما لا يكون متاحا نظرا للظروف التي تمر بها يعني الدول العربيه والاردن جزء منها، لكن الان اصبح يتجاوز ثقافه العيب وهو مستعد على العمل في اي مجال من المجالات ويحصل على التدريب اللازم حتى يحل مشكلته الاقتصاديه، لانه اغلب مشاكل الشباب الاردنيين بعد لقاءاتنا معهم ويحتاج الى عمل لانه بده يرتاح ماديا ويرتاح اقتصاديا، يكون لديه مردود ودخل كشاب حتى يبدا يعني يامن مستقبله، لكن هو يعي ويعرف انه لا ينفك هذا التحد الاقتصادي ابدا. نعم. عن الانخراط بالعمل السياسي، وبالتالي يعرف ان العمل السياسي والتشريعات النافذه هي تلعب جزء مهم في توفير العمل وفرص العمل والاستثمارات حتى يكون هناك فرص عمل للشباب، وبالتالي يتجاوزوا هاي العقبه، بالاضافه لعقبات اخرى تواجه القطاع الشبابي وهو يعني مساله التعليم ومؤهليهم. الان عندنا التعليم بالاردن من التحديات اللي الشباب يعني بيطلعونها تكون عظيم. هذا التحدي يزول في 2023